أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفيث أعلن توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لتبادل إطلاق سراح المعتقلين في ختام اللقاء الرابع للجنة أسرى ومعتقلي اليمن في جنيف. وبموجب هذا الاتفاق ستتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون إطلاق سراح 1081 أسيرا. في مدينة جنيف السويسرية لاحت بارقة الأمل اليمنية. اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل إطلاق سراح المعتقلين بعد محادثات لجنة أسرى ومعتقلي اليمن بدأت منذ 18 من الشهر الجاري. المبعوث الأممي في اليمن مارتن جريفيث قال إن بموجب الاتفاق ستتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون إطلاق سراح 1081 أسيرا. لقد توافقتم على إطلاق سراح فوري ل 1081 شخصا، وقد اتفقتم على اللقاء مجددا لنقاش عمليات إطلاق سراح إضافية كجزء من التزامكم لإطلاق كل سجناء ومعتقلي الصراع بما يتضمن هؤلاء المشمولين بقرارات مجلس الأمن. وزارة الخارجية اليمنية رحبت بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى هذا الاتفاق، وغرد وزير خارجيتها في سرب الاتفاق الإنساني، فالحكومة كما يقول تطالب بإطلاق سراح مدنيين وناشطين ومخفيين قسرا، من بينهم شقيق الرئيس عبد الرب منصور هادي ووزير الدفاع محمود الصبيحي. ولكن رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي تحدث عن تنفيذ الشق الأول من اتفاق عمان، ويشمل 680 أسيرا حوثيا و400 من أسرى الحكومة، من بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين. جميع الأطراف اليمنية أيدت اتفاق جنيف بخصوص تبادل تحرير الأسرى، وفي نظر كثير من اليمنيين فقد تمثل خطوة البداية لإخماد الجبهات المستعرة وتخفيف ذلك الحمل الثقيل عن كاهل المدن المدمرة وسكانها المنكوبين. وينضم إلينا عبر سكايب من مونرو في سويسرا بشير الحارثي الصحفي اليمني. أهلا بك أستاذ بشير. بما أنك تتواجد في سويسرا، هل لنا أن نعرف إذا كان لديك معلومات طبعا الظروف التي ساهمت في إنشاء هذا الاتفاق بين الشرعية في اليمن والحوثيين، يعني في إطار إذا ما كان هناك تفاهمات على نقاط أخرى، إذا كان هناك تنازلات، يعني بشكل عام؟ تفضل. مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. أهلا بك. لا شك أن الجهود التي بذلت في السابق كانت البداية في ستوكهولم ثم في عمان في الأردن ثم مؤخرا هنا في سويسرا في جنيف ومونترو السويسرية. هذه الجهود تكللت مؤخرا إلى هذا الاتفاق، وربما هو الاختراق الأول الذي حققه المبعوث الأممي واستطاع أن يقنع جميع الأطراف إلى توقيع هذه الاتفاقية التي بموجبها سيتم إطلاق 1081 من الأسرى من الطرفين. كانت هناك جهود حقيقة مبذولة، وربما هذه المرة هي المرة الأولى التي لمسنا أن هناك تجاوب وصدق نوايا بأن هذه الصفقة سيتم استكمالها بالصورة المطلوبة وبالجدول الزمني الذي تم تحديده، لأنك تعلم في المرات السابقة كان هناك اتفاقيات ويتم التوقيع، لكن عندما يأتي التنفيذ للأسف الشديد لا تنفذ هذه الاتفاقية ولا يتم إطلاق الأسرى. طيب إلى أي مدى يمكن أن إلى أي مدى يمكن أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وما هي أهميته في هذا الإطار، في إطار دفع عجلة لربما المحادثات، محادثات السلام في اليمن؟ لا شك أن هذا الاتفاق هو يمثل أهمية كبيرة بالدرجة الأولى للمبعوث الأممي مارتن جريفيث الذي فشل خلال الفترة السابقة أن يحدث أي تطور في الأزمة اليمنية أو أن يحقق أي من الملفات التي يتم التفاوض عنها، وربما هذا هو الملف الأول الذي استطاع إلى حد ما جريفيث تحقيق ولو جزء بسيط، لأنك تعلم عدد الأسرى بالآلاف. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية ربما يكمن في أهمية أن تبنى علاقة صادقة وصحيحة بين ميليشيات الحوثي وبين الحكومة الشرعية. إذا ما تم هذا الاتفاق ونفذ بالصورة المطلوبة سيتم هناك دفعة مقبلة
يأتي على رأس هذه القائمة التي هناك شبه توافق عليها أسماء كبيرة كوزير الدفاع السابق محمد الصبيحي، وأيضا شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي ناصر هادي، وكذلك القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، وأيضا العميد فيصل رجب. فإذا ما كانت هذه الاتفاقية رأت النور وتم إطلاق المعتقلين والأسرى، بالتأكيد سيكون هناك تجاوب في المرة المقبلة أفضل، وربما يجتمع الطرفان للخطوة نحو يعني تفاوض بالأزمة بشكل عام. ورغم أننا لا نعتقد أنه ممكن أن يحدث هناك تفاوض بالأزمة اليمنية بشكل كامل فيما يخص الجانب السياسي أو الجانب العسكري والأمني، لكن إلى حد كبير الناس تأمل خير على الأقل في هذا الملف، لأن هناك يعني معتقلين يعانون من وضع إنساني صعب، هناك من غيبوا لسنوات لا تعرف. طيب ما هي المقومات أستاذ بشير التي ينتظرون إطلاق سراحهم؟ نعم، ما هي المقومات التي يعول عليها في هذا الاتفاق من أجل إنجاحه؟ يعني حتى لا يكون هناك مطبات إن صح التعبير في كما حدث في الاتفاقات السابقة، وحضرتك تفضلت هناك أكثر من 15,000 أسير ومعتقل بين الجانبين. نعم، بالدرجة الأساسية يعتمد على صدق نوايا ميليشيا الحوثي، لأن الحكومة الشرعية وقعت والأمم المتحدة رعت هذا الاتفاق، والحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بوفدها متفائلة جدا لإنجاح هذه الصفقة، وهم رضخوا لكل الشروط التي طلبها الحوثيون، وأصبحت الآن الكرة في ملعب ميليشيات الحوثي. إن صدقت فستتم هذه الصفقة بكل سهولة ويسر، وإذا لم يصدقوا فستكون للأسف مثل المرات التي سبقتها. شكرا جزيلا لك بشير الحارثي الصحفي اليمني، كنت معنا من مونرو في سويسرا عبر خدمة سكاي.